عليه. وإعجاز القرآن أن العرب لم يتمكنوا من الإتيان بمثله كما ذكر الله تعالى في القرآن، لأن القرآن معجز من جهات عديدة، من جهة فصاحته وبلاغته وأساليبه وأخباره إلى أوجه كثيرة ذكرها العلماء، ومنهم الرماني في كتابه النكات في إعجاز القرآن، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود أنك إذا جئت إلى كتب التفسير التي تعنى بإعجاز القرآن تجد فيها نماذج كثيرة من علوم البلاغة، ومنها على سبيل المثال التحرير والتنوير الذي هو تفسير ابن عاشور، هذا مصدر غني جدا بالمسائل البلاغية، هذا من المتأخرين. ومن المتقدمين كتاب الكشاف الزمخشري، فهو أيضا مصدر في هذا الباب كما سيأتي بعد قليل. طيب، هنا بقي نقطة مهمة، تلاحظون أنه مر علينا في أثناء القراءة أن من العلماء علماء البلاغة من هو أشعري مثل عبد القاهر، ومنهم من هو معتزلي مثل السكاكي، بل ومنهم من هو رافضي مثل العلوي صاحب كتاب الطراز، ومنهم من هو صوفي مثل الشيرازي صاحب كتاب مفتاح المفتاح، يعني بعض المفاتيح تحتاج إلى مفتاح، إيه، لأنه شرح المفتاح للسكاكي فسماه مفتاح المفتاح. هذا ليس بغريب، لأن علم البلاغة ليس خاصا بطائفة معينة، هو يتكلم في كلام العرب ويبحث في كلام العرب، وكلام العرب عام وشامل لهؤلاء ولغيرهم. نعم، وهذا لا ينفي أن يكون هناك علماء من أهل السنة ألفوا في البلاغة وكتبوا في البلاغة، ومنهم سيبويه كما مر. لكن الذي ينبغي أن يلحظ وينتبه له أن هؤلاء استغلوا البلاغة لنشر عقائدهم، فصارت آراءهم العقدية مبثوثة في كتب البلاغة، سواء في موضوع التعبير والأسلوب، أو وهذا أهم، أو في موضوع الأمثلة، ولا سيما إذا كانت الأمثلة من الكتاب والسنة، ولا سيما إذا كانت أيضا تتعلق بصفات الله تعالى أو بأسماء الله تعالى وصفاته. ولهذا الحاجة داعية الآن إلى تنقية علوم البلاغة أو كتب البلاغة مما دخلها من هذا الدخيل عن طريق هؤلاء، سواء في مجال التعبير أو في مجال الأمثلة، فلا بد أن يبين الحق ويماط عن وجه الصواب.